بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. الجيش الروسي ينجح في اقتحام أكبر مصنع للفحم بتاع الكوك في أوروبا، موجود في أفدييفكا، وتقريبا أطبقوا الحصار على أفدييفكا وبدأوا في اقتحام المناطق السكنية أو الأحياء السكنية، وقريبا جدا هينتهي موضوع أفدييفكا. مش بس كده، حدثت اشتباكات بالفعل ما بين الجيش الفونزويلي وجمهورية غيانا، زي ما ظهر قدام حضرتك في الفيديو اللي غطينا كل الاخبار حوالين الموضوع ده في حلقات امس واول امس. زي ما ظهر قدام حضرتك، وقعت اشتباكات بين الجيش الفونزويلي والجيش الغياني، زي ما ظهر قدام حضرتك على الحدود في اقليم اسكوبيا اللي عايزة تضمه فونزويلا بتصعب. نفس قصة اقليم دونباس، حرفيا زي ما ظهر قدام حضرتك الجنود قاعدة وفي اشتباكات على الحدود زي ما حضرتك شايف. مش بس كده، الرئيس مادورو رئيس الفونزويلي كلنا عارفين، وحب افكر حضراتكم ان بكرة الجمعة، جمعة مباركة على حضراتكم، بكرة الاستفتاء اللي عاملاه فونزويلا. دعا رئيس الفونزويلي مادورو الفونزويليين الى التصويت بنعم في الاستفتاء الذي تم وصفه بالتاريخي لضم اسكوبايا اللي احنا غطيناه وقلنا الخمس بنود بتاعته في حلقة الامس بمنتهى التفاصيل. على طول عقدت قوات الدفاع الغيانة والبرازيلية اجتماع طارئ زي مظاهر قدام حضرتك، طبعا في وجود مين؟ في وجود امريكا، بس امريكا كالعادة بتلعب من خلف الستار. وفعليا زي ما ظهر قدام حضرتك القوات البرازيلية تتقدم نحو الحدود الفونزويلية، هنا كده المنطقة دي، نحو الحدود الفونزويلية. صرحت البرازيل بانها ستدافع عن غيانا من اي غزو فونزويلي. طبعا كل ده بإيذاع من مين؟ بإيذاع من امريكا، زي ما احنا عارفين، زي ما حضرتك شايف. على طول اول ما بدأت الاشتباكات الجيش البرازيلي على طول نشر الجنود بتاعته والقوات بتاعته على الحدود مع فونزويلا. تعال ندخل الحرب الروسية الأوكرانية. وكالة رايترز بتقول أرسلت كوريا الشمالية لروسيا نحو 2000 حاوية محملة بالأسلحة. يا جماعة، روسيا دولة منتجة للأسلحة، عيب أوي لما تقولوا الكلام ده. بس بنحب نقول لكم كل الأخبار. زي ما ظهر قدام حضرتك الجيش الروسي يقتحم اكبر مصنع لفحم الكوك في قارة اوروبا في شمال مدينة افدييفكا الاوكرانية. اخر متابعة للحرب الروسية الاوكرانية قلت لك هم اقتحموا المنطقة الصناعية في الجنوب وبدأوا يتقدموا، وقلت لك المناطق دي هتبقى سهلة، هيبقى واقف ايه؟ مصنع الكوك او مصنع الفحم. عملوا ايه؟ عملوا التفاف من الشمال ومن اليمين وبيهاجموا دلوقتي مصنع الفحم، بادئين بالمناطق الصعبة. زي ما ظهر قدام حضرتك شايف ده مصنع الكوك اهو في الشمال، عملوا التفاف عشان يصلوا له، ده اكبر مصنع للفحم بتاع الكوك في اوروبا كلها. تخيل الثروات عاملة ازاي. عرفت ليه امريكا وليه اوروبا مهبولة على اوكرانيا؟ زي ما حضرتك شايف، وادي بالفعل وكالة ادنس التشكية بتقول الجيش الروسي على وشك الاستيلاء على اكبر مصنع لفحم الكوك في اوروبا. خريطة ظاهرة قدام حضرتك بتوضح لك ان افدييفكا مطبق عليها الحصار. افدييفكا مطبق عليها الحصار، دخلوا من الجنوب وتقدموا في المناطق، طبعا مناطق زراعية شمال ومين، فسهل السيطرة عليها زي ما احنا عارفين. القتال المان تو مان في قلب الايه؟ في قلب المدن. زي ما ظهر قدام حضرتك مصنع الفحم التفوا ودخلوا له، باقي الايه؟ انهم يخلصوا عليه، وبعد كده هتلاقي الاوكران بينسحبوا منه على طول مباشرة. يسكت الموضوع عند كده؟ لا، زي ما ظهر قدام حضرتك روسيا حررت بالكامل مستوطنة خوروموف غرب مدينة بخموت، اللي كانوا واجعين دماغنا ده احنا هنخش بخموت، ده احنا قاب قوسين او ادنى، ده احنا هنصل، ده احنا هنعمل، كل الموضوع ده خلص، خلصت روسيا خلاص. مش بس كده، روسيا النهاردة عملت خطوة جريئة جدا. المحكمة العليا في روسيا اعتبرت حركة البسكليتات حركة متطرفة وحظرت انشطتها في البلاد، وحكمت ب 12 سنة او
عملت قانون او سنت قانون اللي هيروج للبسكليتات او اللي هو مجتمع المثليين الشواذ يعني، بس عشان خوارزميات اليوتيوب نحاول نبعد قدر الامكان عشان ما يتحذف لناش او ما يتوقف لناش قناة تانية. فروسيا ما زالت بتتحدث عن الفطرة وبتعارض الثقافة الامريكية. يبقى نرجع هنا للنقطة الرئيسية بتاعتنا، ان امريكا اتفتحت لها كذا جبهة، وبالفعل الروس متقدمين في الجبهة بتاعت الجبهة الروسية الاوكرانية في الحرب. الهجوم المضاد الاوكراني فشل ذريع، في كمية ثلوج والشتاء بالفعل بدأ يسقط هناك، وروس احنا عارفين متفوقين في القصة دي. هتقول لي طب ما الاوكران، هقول لك الاوكران كمان بس في فرق، ده السلاح بتاعهم، ده السلاح بتاع الناتو اللي ما يقدرش، مش مصمم على مثل هذه الحروب. النهاردة مات هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 سنة، سياسي وعالم سياسي ودبلوماسي وكاتب ورائد اعمال واكاديمي وكاتب سير ذاتية، لقب بعملاق الدبلوماسية الامريكية. ولد في ولاية بافاريا الالمانية، والماني الاصل، سنة 1923. هاجر وعائلته الى امريكا سنة 38. خدم بالجيش الامريكي من سنة 43 ل 45، يعني الحرب العالمية الثانية. بكالوريوس في العلوم السياسية سنة 50، ماجستير من جامعة هارفارد سنة 51، دكتوراه من جامعة هارفارد سنة 54، أستاذ في جامعة هارفارد سنة 62، مستشار لأيزنهاور وكينيدي من 68 ل 75، وزير خارجية من 73 ل 77. وما ننساش هو اللي قاد مفاوضات وعمل رحلات مكوكية في حرب 73. حصل على جائزة نوبل للسلام سنة 73 عشان هو والرئيس السادات ومناحم بيجن. توفى عن 100 سنة. مات النهاردة هنري ألفريد كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، اللي كان ليه مقولة مؤخرا بيقول إيه: الحرب الكبرى لن تنتصر فيها سوى قوة واحدة، وهي المغضوب عليهم وأمريكا، وسيتعين على المغضوب عليهم قتل أكبر عدد ممكن من العرب واحتلال نصف الشرق الأوسط، اللي هي من الايه، من النيل للفرات، هكذا هم يتخيلون. أنا هو النهاردة مات وبقى الشرق الأوسط ومعرفش يحقق الاستراتيجية بتاعته أو الخطة بتاعته. بصراحة عايزين نعترف يا جماعة، هم بارعين في مثل هذه الخطط. احنا للأسف ما عندناش أي خطط لحتى لخمسية، سيبك من الكلام بتقال 20-30 والكلام ده، كل الكلام ده في الأونط. الناس دي عندها استراتيجيات لمئة سنة وعارفين هيعملوا ايه، ولو ده وقف على رجله هنعمل فيه ايه، ولو ده يعني الحرب الروسية الأوكرانية دي بيخططوا لها من زمان، تمام، وما نسيوش الاتحاد السوفيتي فككوه وعايزين يدمروا روسيا، هكذا هم زي دلوقتي عايزين يدمروا الايه الشرق الأوسط او الدول العربية، رغم انها اصلا متفككة من سنة 14 بعد انهيار ايه الخلافة العثمانية. اسيبكم مع فيديو كده يلخص لك قصة حياة هنري كيسنجر اللي مات ولسه الاستراتيجية بتاعته او الخطة بتاعته او كلامه لم يتحقق، وان شاء الله لن يتحقق. انا اقدر اقول لك في خلال من 5 ل 10 سنين هتشوف نظام عالمي جديد خالص، وهتشوف اقتصاد عالمي مختلف تماما، وهتشوف قوة سواء اقليمية او عالمية جديدة بتطلع. بس يا سيدي، شكرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم مع ابراهيم الشرقاوي. شكرا.